في خطوة صادمة، نشرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة فيديو ظهرت خلاله وكأن مرضاً أصابها، حيث بدا وجهها شاحباً وبدت عيناها متعبتان. وفي التفاصيل، نشرت النجمة الكويتية إلهام الفضالة فيديو عبر حسابها الخاص على سناب شات ظهرت خلاله وهي تتوجه بالحديث لمتابعيها، وهي تقوم بإحدى الدعايات الخاصة بشركة تنظيف كانت قد روجت لها في وقت سابق. وأشارت إلهام الفضالة إلى أن هذه الشركة تلقت عروض عمل كبيرة بعدما قامت هي بالترويج لها بين متابعيها ومعارفها. ولفتت إلهام إلى أنه من قام بالتعامل مع هذه الشركة بعدما قامت هي بالإعلان لها حصل على حسم خاص بها. لكن اللافت في الفيديو كان وجه إلهام الفضالة، حيث بدت مرهقة ومتعبة ومريضة على الرغم من استخدامها الفلتر لإخفاء الأمر، وهو ما أقلق متابعيها الذين راحوا يسألون عن حالتها الصحية. شركة موثوق فيها تبارك الرحمن، ربعنا، أهلنا، حبايبنا، كلهم من بعد ما صورتهم تعاملوا معاهم، والأحلى من كذي وأحلى من كذي إن أخذوا عرض إلهام الفضالة. مو هذا موضوعنا، موضوعنا الحين. وأشار عدد منهم إلى أنها تعاني من مرض خطير، ولهذا السبب بدا وجهها شاحبا وبهذا الشكل، وبدا محيط عينيها متعب. ليؤكد متابع آخر أنها ظهرت على هذا الشكل بسبب عدم وضعها لمساحيق التجميل. وفي سياق منفصل، تعرضت إلهام الفضالة لهجوم واسع من قبل المتابعين، وذلك بعد نشرها فيديو من غرفة نومها. وشاركت إلهام الفضالة فيديو من داخل غرفة النوم وهي تستعرض خزانة ملابسها، في إشارة منها إلى أنها تنوي التخلص من القطع التي لم تعد تنوي ارتداؤها. وشكل الفيديو محط جدل واسع في صفوف المتابعين، الذي اعتبر عدد منهم أنها تستعرض غرفتها مع شهاب جوهر، وتقصدت عرض الأمر لإغاظة زوجة شهاب الأولى، في حين اعتبر آخرون أنها تستعرض ثيابها وملابسها فقط.